السلام عليكم الاخوان الاخوات. سمعوا لهاد القصه خطيره خطيره بزاف ديال واحد السيد نصب عليه بهذيك القضيه ديال الوعد بالبيع. فصراحه الا ما كانش داك يعني ما كنتيش تعرف النوتير وما كنتيش تعرف يعني كيفاش دير وعد بالبيع، راه غادي تصيد غادي تصيد. سمعوا لهاد القصه ومن بعد نرجعوا نفسر لكم على قضيه وعد بالبيع كيفاش تكون. في بداية شهر مارس 2010 جات عندي واحد السيدة مع السمسار باش غادي تشوف العقار باش غادي تشريه، وفعلا شفت العقار واتفقنا على الثمن. ونهار 5 مارس 2010 مشينا عند الموثقة باش نديروا وعد بالبيع، وفعلا تم وعد بالبيع والثمن وكل شيء، وتقرر انه غادي تكمل لي ثمن العقار من بعد شهرين. جينا من بعد شهرين السيده جات وقد كودي راه تعسر عليها الفلوس، ودابا الله يخليكم عاوتاني اخروها لي من دابا شهر اخر. انا داك الساعات انا عامل انا واحد واحد البيع في سميتو واحد الوعد او لا كونسيرفاسيون فهمتي في مراكش في فضاءات السعادة، وعاوتاني أخرنا وعد بالبيع عاوتاني شي ست شهور. المهم استمرت القضية ديال الوعد بالبيع ما كملناهاش أكثر من عام وست شهور. في ست شهور الأولى طلبت منها تصبق لي 85 مليون. جيت للدار البيضاء واحد الشركة اللي تقوم ببناء عقارات في مدينة مراكش، وعطيتها واحد التصفيق ديال 85 مليون اللي عطاتني هاد السيدة هادي اللي عملت معاها الوعد بالبيع. وعد بالبيع شنو قضيت فين؟ في السويس في شارع محمد السادس في طريق زعير في الرباط. وفعلا بقات تتعطل علينا هاد السيدة هادي. هذا جات موثقة عيطت لها ما جبرتهاش، بحثنا عليها جبرناها في فرنسا. وبقينا في هاد الحالة هكا. الدار ديالي وجدات نهار 31 مارس 2010 وجدت لي الدار، وتعيط لي وتعيط لي الشركه تعيط تقول لي اجي خذ الدار واجي كمل لي. السيده لا وجود لها، ما عرفت راسي واش غادي نبيع لوحد اخر ولا نتسناها هي، وتيقولوا لي بان داك الفلوس اللي عطيتي الشركه عربون. كنت في حيره اش غادي ندير اش غندير. واحد النهار انا في المحافظه وتنطلق هاد السيده تما، قلت لها لا خصك تكملي معايا ولا اجي نفسخو. قالت لي لا انا بغيت الدار ديالك. قلت لها كنت بغيتي الدار ديالي عمل لي ما يثبت. دابا انت النوتيره ما بقيتيش تمشي عندها، اعطيني انا شي حاجه باش نطمئن. مشينا للمقاطعه وعملت الالتزام، وهذا الالتزام تتقول لي فيه غادي نخلصك من دابا شهرين، وفي حالة الا ما خلصتك شي غادي نتحمل المسؤوليه الكبيره. وفعلا درت لي وعملت انا في الملف، وبقينا هكاك دابا 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 هذا. في التالي قررنا اننا نصيفط لها عن طريق العون القضائي، وهنا حنا نديروا المصالح قانونيه. صفنا على طريق العون القضائي وتوصلت، عطاوها اجل ديال 15 يوم اما كمل معايا ولا غادي نفسخو. توصلت داك الانذار، السيده ما لا لا ما عملت والو. انا مول الشركه ديال الدار البيضاء تيهددني، مول الشركه ديال الدار البيضاء تيهددني تيقول لي امي اجي كمل ولا داك الفلوس اللي عطيتيني غير عربون. اضطرينا نبيعو لشخص اخر، واحد النية حسنة، ومشيت انا والزوجة ديالي عندها الكابيني في الرباط، هي راه طبيبة نفسانية ولا شي حاجة بحال هكا، ومشينا عندها باش نتفاهموا معاها كيفاش نردوا لها فلوساتها. جات هي زدحت علينا الباب وقالت لنا بيني وبينكم القانون. مزيان حنا جينا رحنا هنايا لمراكش، شينا في مراكش جينا بعدنا لهاد السيدة أخرى واحد الثمن أقل ب 35 مليون. هادشي كله باش كنا نستافدوا بالدار ديالنا، باش بعناها ب 300 وهي كنا عاملين معاها 335. مشينا في هذه الحاله هذه حنا جالسين وتعيطوا لي البوليس من الرباط، الله يخليك السكسوس اجي عندنا واجي معك الميف ديالك كامل. مشيت عندهم رويتهم الميف كامل، شافوه قالوا ودي دابا حنا عندنا الملف دابا الا بغيناك نعيطوا لك. عيطوا لي، اتصلت مع وكيل الملك وعند قاضي التحقيق. ومن بعد خرجنا ومشينا دزنا المحكمه الابتدائيه والمحكمه الاستئناف والمحكمه النقد، وهذا الشيء كله انتهى بانني بريء. بريء من هي عملت لي دعوه ديال النصب والاحتيال، معناها هذا انني بعت لها وبعت للاخر. مزيان جيت لمراكش لهنايا، انا جالس هكا من هنا
وانا هنا في مراكش كاين العقارات تتباعوا، فحنا موجود في واحد الاقامه اللي مولاها تبيع هذا العقار وتبيع هادي وتبيع هادي. تنشوف الناس داخلين في واحد العقار اللي هو جاري باش يشريو. ايوا فاذا به داك الناس يدخلوا تدخلوا عندي انا على حسب الدار ديالي، لان هي منين عملت لي منين دارت سميتو الحجز درته على الدار اللي هي قبل. دابا انت جيت لمراكش؟ جيت لمراكش. انت تفعل دعوة باش ترجع فلوسك؟ لا ما مستبقى كان يفعل دعوة، ما عمرها ما طلبت استرجاع الفلوس ديالها. دارت مباشرة الحجز. مزيان. فإذا به السيدة عاد تيجي لذاك الدار اللي هي سيمي فيني ماشي داري، خيم تيجي لتما، تيجيو السيدة عاد لتما على ما لا علم لي بها، وحتى الخبير جا تما. دابا اللي تنصور خبير جا تما وعمل الخبرة ديالو إلى آخره. المهم دازت الدار وأنا لا علم لي بهذا، دازت الدار في المزاد العلني وأنا لا علم لي بهذا، وما عيطوا لي ما والو. شريتها هي وهي باش تعرف ربي سبحانه وتعالى ملي تبغي يبين الحق هي عند في المحافظة باش تطلب الرسم العقاري في سميتها، وما قالوا لها راه المساحة اللي كاينة الآن في المحكمة ماشي هي المساحة ديال السكسوس. دابا رجع للمحكمة تصحح لك هادشي. رجعت للمحكمة فعلا، عملت للمحكمة محضر استدراكي. هذا المحضر الاستدراكي عاد غادي نشوفوا بعد أول واش قانوني ولا لا، لأنه المحكمة تتصحح لها المساحة شحال، لأن المساحة اللي دارت المحكمة ماشي هي نفس المساحة اللي عندي في الدار. منين خبطت هي ذاك المحضر الاستدراكي داتو للمحافظة عطاوها الرسم العقاري في سميتها. مزيان. أنا هي بغات في نطاق الدعوة المحكمة عينات خبير باش يشوف الدار شحال تتسوى وكيفاش عاملة. مشى الخبير لواحد الدار اللي هي فيها بناء غير كامل وهي سيمي فيني، ونجز الخبره ديالو انها دار مخربه وغير صالحه للسكن، وهاد الدار ماشي متكيه ما بينها وبين داري ما كاملش حتى 2 متر. عمل الخبره ديالو كلشي وحطها في مكانها وعمل الثمن ديالها كلشي. الثمن 150 مليون وانا الدار واخذها ب 300 وزياده. مشيت انا في هاد الحاله هادي، انا باش هاد الشيء اللي سنعاود لكم كله لا علم لي به. واحد النهار انا في المحافظه تنطلب عقد سميتو الرسم العقاري ديالي بحال تنطلبو دائما، قالوا لي راه ما بقاتش في سميتك. قلت لهم في سميت من؟ قالوا لي في سميت واحد السيده هاشميه شنو. قلت لهم فين هو الملف؟ قالوا لي الملف تيخذوا من المحكمه. انا ذاك الساعات ما تنعرفش انا مراكش فين جات المحكمه وفين جات نعرف المحكمه في مراكش، تنعرف هذه الباب كذا. فاذا بي قالوا سيدي وسبنا عليه، مشيت للمحكمه خدمت نفسي خديت الملف كامل ومشيت للدار تندرسو. اول ما مشيت للخبره ديال الخبير، مشيت للخبره ماشي هي هذيك ديالي، مشيت للاستدعاءات، مشيت للقيام، مشيت لنا وعاد رفعت الدعوه. رفعت الدعوه ديال ابطال البيع، خيار ابطال البيع. انا كنت دائما في اتصال مع رئيس المحكمه في هذه القضيه هذه، لانه كنت اشوف بعض الخروقات ومع النائب ديالو. عملت ابطال البيع، فاذا به هي طلبت من المحكمه باش تمشي للدار باش تصلحها، لان المحكمه فبالها بانه الدار خصها يصلح بحال اللي قتلها، وفعلا قتلها في حدود المعاينه واثبات الحال. فعرفت تمشي لذاك الدار اللي هي اللي عملت الطلب، مشات للدار ديالو فرعاتها. ذاك الساعه مشيت عند رئيس المحكمه، دخلت عنده قلت له سيدي هذاك الشيء اللي عطيتيه للسيده ها الرساله دخلت لداري وفرعاتها. قال لي هذه راه جريمه عملتها. قلت له شنو هو المعمول؟ قال لي خصك تعمل شكايه عند وكيل الملك. ايوا من تما وانا سير اجي. المهم دابا حنا عملنا ابطال البيع، ومنين عملنا دعوه ديال ابطال البيع كنت لاحظ بعض الخروقات في المسطره. حصل دخلت عند السيد الرئيس قلت له الله يخليك هاد انا راني ما حضرتش في المزاد العلني وما عيطوا لي شاي ولا علم لي بهذا والخبره راه مزوره وهذا. الوغ قال لي الله يخليك خرج واحد ربع ساعه ودابا نعيط. خرجت من بعد ربع ساعه عيط لي. تنجبر البيرو ديالو المكتب ديالو فيه شي 6 ولا 7 ديال القضاة، النائب ديالو والقضاة الاخرين. قال لي وتكلم السكس. قلت لهم هذا الشيء كامل فيه. قلت لهم دابا انتم ان شاء الله بحول الله، انا سمعت بان لائحه المحكمه غادي تبدل، ما غاتبقاش من دابا شهرين، سمعتها خليوها هو كذلك. قلت له غادي يجيونا شهرين ما غادي يعرفوا شيء هذا الملف كيفاش كاين وهذا، وغادي يحكموا لي صالحه حيث انه غاتبين لهم الشهاده ديال الملكيه في سميتها. خلي يكون هاني دابا راه كلشي موجود كلشي باين. مشيت انا تنداوى في الرباط الطبيب هذا، رجعت
وانا نجبر بانه المحكمه حكمت برفض الطلب. داك الطلب ديال ابطال البيع رفضته لي رغم مشيت تنستانف وتمد لي بالوثائق القانونيه كلها ديالي. مشيت للشركه اللي بنت تقول لها اعطيني الدار، اعطيني الوثائق اللي عطيتي لي باش شريت، اعطيني باش بنيتي، اعطيني باش خلصت الموثق، وجبت كل شيء واستلمت. والاستئناف طال اكثر من عام، دائما تاخروا 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 وتاخروا كثير شيء على القضيه ديال الخبير، لانه انا خبطوا في الخبير على الدار ماشي ديالي. فائده به اخيرا حكموا ب حكموا ب شنو بتأييد الحكم الابتدائي. دابا الان انا قبل كنت دفعت واحد الشكايه النيابه العامه في الرباط بسميتو بالخبير، وفعلا استدعوني انا الشرطه القضائيه هنا واستدعوا الخبير ووكيل الملك استدعى الخبير باش يبحث معاه على القضيه ديال الخبره، ولكن مع الاسف الشديد ان المحكمه قررت في الشكايه عملات في الحفظ عملات الانكار وانعدام الدليل. انا كرجل شويه قانوني تعرف شنو كاين، ما معنى انكار وانعدام الدليل؟ والسيد كاتب الخبره بيديه ومسنيها بيديه وعمل جميع الاجراءات والكاتشي ديالو وتيقول لك الانكار وانعدام الدليل. طلبت المقابله ديال السيد الوكيل، طلبت المقابله ديال السيد الوكيل، استقبلني عاودت له هذا الشيء كامل. خلي جا هو قال لي غادي نحيلك على واحد من النواب ديالو وتزيدوا بالوثائق اللي تثبت على انه الدار كانت خديتيها فيني ومبنيه قبل ما يجي الخبير، خديت الدار في 2013 جا الخبير في 2020. حتى انه بعض الناس ما في المحكمه تقول لي ويمكن الدار عاد بنيتيها عشان الفيلا تتبلى بلا بيسين ديالها بالرقم هذا في 6 شهور. ايوا هذا هو. دابا انا طلبت دابا ان شاء الله بحول الله عاول ان شاء الله نعمل مذكره من اجل اعاده النظر، وغادي نطلب ايقاف التنفيذ لان الملف هو هكا كامل، هو كامل هكا، وندوز ان شاء الله للنقد وللمحكمه واسع النظر. انا الان مستقر في الدار ديالي اما لوحده ومهدد بالخروج ديالي الى نمشي عند الطبيب ولا ندي المراه للطبيب ولا نخوي الدار تمشي عاوتاني تجي تدخل الدار بطريقه غير قانونيه او تبقى لها عملتها. لذلك الان انا واقف الان بالقضيه ديال الشكايه بالخبير، تنطلب من السيد الوكيل العمل على اخراج الملف من الحفظ واظهار الحقيقه باش يمكن لي نمارس الحقوق ديالي المشروعه اللي جايه مستقبلا. وكيف سمعتوا الاخوان انتم السيد ديالو تسخسخ فيه، وهادي راه واش طبيبه تيقولوا نفسانيه ولا شي حاجه. المهم صبات عليه ودوزاته من العين لبرا صراحه. اودي ما شاء الله الناس هادو راه لا حول ولا قوه الا بالله، والانسان تيحاول يدي ديال الناس بواحد الطريقه، وراه كاينين الناس اللي تيلجؤوا للقضاء وكاينين الناس اللي تيلجؤوا لشي طرق اخرى باش يحلوا بها مشاكلهم فاش يتسدوا عليهم جميع البيبان، لان راه الانسان صراحه تيفقد العقل ديالو. تشوف ديالك مشى لك هكاك بحال هكاك وضربتي عليه تماره وسميتو عليه، لان الانسان راه مشى الدليل ديالو راه صراحه راه كارثه بما في الكلمه من المعنى. انا ما ننصحش الانسان اللي بغى يدير بعد بالبيع يقرا الوعد بالبيع ويتناقش في اي نقطه فيه من طقطق. السلام عليكم. واهم شيء اللي نقول لكم انا في وعد بالبيع هو انه خصو يكون يعني خصو يكون عنده الاجل. مثلا دير مع واحد الانسان شهرين، وفي حاله سالت هذيك الشهرين يصبح وعد بالبيع لاغيا اوتوماتيكمون. هذه راه خصك تكتبها، يصبح لاغيا اوتوماتيكمون، وعندك الحق تولي تتصرف في الدار ديالك بدون قيد ولا شرط. وهذاك السيد هزو الماء وفلوسه ترجعوا من النوطير بطبيعه الحال. الفلوس اللي عطاك مثلا عطاك شي حاجه تترجعها للنوطير، وهو ديك الساعه يدبر راسو. يلا في امان الله.